طيب في كل خط انا المفروض افكر في مين. خلينا نبدا كده بحراسه المرمى. في الحراسه في 3 حراس سعرهم 5.5 مليون، اليسون من ليفربول، ايدرسون من مانشستر سيتي، وهوجو لوريس من توتنهام. طيب انا افكر في مين فيهم؟ انا في رايي في المقام الاول اليسون بيكر. ليه اليسون بيكر؟ لان اصلا اليسون عدد نقطه كويس جدا، بيطلع على كلين شيتس كبير، بيعمل تصديات، بيعمل باصات كتيره، فبالتالي هو دايما بيخش في البونص، واوقات بتلاقيه عمل اسيست. ليه لا يعني، وعمل كده قبل كده. فبالنسبه لي اليسون هو الخيار الاول، وكمان نقط اليسون مش بعيده خالص عن روبرتسون اللي هو واحد من المدافعين اللي ب 7 مليون السنه اللي فاتت. كان الفرق ما بينهم تقريبا 10 او 15 نقطه بس، وبالتالي فاليسون خيار ب 5.5 مليون اصلا كان متوقع انه يكون موجود ب 6. والخيار الثاني في ال 5.5 مليون هو ايدرسون من مانشستر سيتي، برضه عدد كبير من الكلين شيتس، ولكنه تصدياته اقل من اليسون لان الفرص اللي بتيجي عليه اصلا اقل، وبالتالي فنقطه اقل شويه من الرينج اللي بيطلعه اليسون بيكر، ولكنه مهم جدا لو انت مش قادر تجيب جواو كانسيلو مثلا، او عايز تعمل دبل اب من دفاع السيتي. فبالتالي ايدرسون بسعر 5.5 في رايي افضل من روبن دياز. الخيار الثالث هوجو لوريس ب 5.5 كتير بصراحه، وانا ما اروحلوش. ليه ما اروحلوش؟ لان هو اولا عنده خيارات في فرقته زيه او اقل منه، سواء بقى ايفان بريسيتش، سواء ادو هيرتي، سواء روميرو، إريك داير، وهنتكلم عن كل الكلام ده مستقبلا في المدافعين. ولكن انا بالنسبه لي اليسون ارشحه جدا، ايدرسون مقبول لو انت مش قادر تجيب حد من السيتي، لوريس ابعد عنه. فئه ال 5 مليون عندنا اكتر من حارس، مندي، رامزديل، خوسيسا، وايميليانو مارتينيز. انا مش هرشح فيهم اي حد بس الا ادوارد مندي. ليه؟ لان تشيلسي حارس ب 5 مليون، جيمس وتشيلويل ب 6 مليون، فالفرق ما بينهم ومن بعض مليون. تشيلسي حتى الان تقلق منه من دفاعه، ولكن متوقع من بعد اللي بيحصل الفتره التحضيريه ان احنا نشوف له اكتر من مدافع واحد، ان ما كانش اتنين كمان في السوق في الفتره اللي جايه. مين هم؟ الله اعلم، ولكن متوقع يكون في تدعيمات دفاعيه. فبالنسبه لي كلهم وتنسي تحت النظر لحد ما نشوف هل هم هيدونا اماره ان احنا نشتري حد منهم ولا هنبعد عنهم. ولكن حارس في تشيلسي ب 5 مليون ده سعره مغري جدا بالنسبه لي. طب ليه مش رامزديل؟ ليه مش خوسيسا؟ ليه مش مارتينيز؟ لان الناس دي كلها في فرقهم هتلاقي مدافعين يا اما بنفس السعر يا اما اقل، يقدر يديك نفس النقط او نقط اعلى المدافع او الباك، فعنده اوبشن ان هو ياخد بونص اكتر بسبب زياده عدد الباصات، عنده اوبشن ان هو يعمل اسيست لو هو باك، عنده اوبشن ان هو يسجل لو هو مدافع بيطلع بدماغه، والاوبشنز كتيره في الفرقه دي بنفس السعر او اقل. طيب فئة ال 4.5 مليون هتلاقي 3 حراس برضو، الاول هو ديفيد راي من برينتفورد، الثاني هو ميليه من ليدز يونايتد، والثالث هو هندرسون من نوتنغهام فورست. طيب مين نروح له في دول ونبعد عن مين؟ انا هرشح في المقام الاول ديفيد رايا. ليه ديفيد رايا؟ معدل تصدياته كويس جدا، برينتفورد ما بعد اول ماتشين ماتشاتهم كويسين، في الفتره اللي بعدها تقدر تستغلهم وتطلع منه بعد كلين شيتس كويس، وبالتالي فهو الخيار الاول بالنسبه لي في الحته دي. ميليه، ليدز اللي كانوا بيلبسوا جوان زي السلام عليكم السنه اللي فاتت، هم دول. ليدز يونايتد دعم دفاعه السنه دي بموسى نياكيتي، مدافع جاي من ماينز في المانيا، ومع جيسي مارش الفريق مش هيبقى بنفس التقدم الهجومي او المبالغه الكبيره اللي كانت مع مارسيلو وبيلسا، وبالتالي متوقع يبقوا اهدى شويه. ماتشاتهم كويسه كمان في بدايه الموسم. انا بصراحه اقلق شويه من ميليه، ولكن الروتيشن بتاعه مع رايا، لو انت بالناس اللي بتحب تجيب اتنين حراس وتبدل ما بينهم في اول 8 اسابيع، الروتيشن ما بينهم ممتاز جدا، هيخليك تلعب ماتشات كويسه. هندرسون مع نوتنغهام فورست اثبت تالقه قبل كده مع الفرق الصعبه، بيدي عدد سيفز كبيره، ولكن مش نوتنغهام فورست صعبه. فبالتالي لو انا هسال عن ترتيب الثلاثه دول، هيبقى ديفيد رايا في المقام الاول، بعد كده ميليه في المقام الثاني، واخيرا هندرسون. طيب استراتيجيه الحراس، انا اجيب انهي حارس في الثلاثه دول؟ في ثلاث استراتيجيات للحراس. الاولانيه هي ان انا اجيب حارس ب5.5 اللي هو الحارس الغالي، وده ساعتها انا هجيبه يلعب ال 38 اسبوع وانا مريح دماغي، خلاص انا سايب ده تماما. او ان انا اجيب حارس ب4.5 وبديله، او اجيب اثنين حراس ب4.5 ابدل بينهم. انا في العادي كنت بفضل استراتيجيه ان انا اجيب حارس ب4.5 وبديله ب4 وابدا اكمل بيه الموسم، لو ظهر حارس غيره خلال الموسم بجيبه في الوايلد كارد واكمل برضه بيه. ولكن مع سعر اليسون السنه دي وايدرسون وحتى مندي، الثلاثه دول يخلوا الموضوع مغري شويه ان انت تفكر في واحد فيهم، على اساس ان هو بيديك نقط قريبه شويه من نقط المدافعين البريميوم اللي انت بتفكر تجيبهم. وبالتالي انا افضل اليسون في المقام الاول السنه دي، مندي في المقام الثاني، ثم ديفيد رايا في المقام الثالث. طيب هل في حراس ب 4 مليون بيلعبوا؟ لا، في واحد بس مرشح والكلام عنه كتير، ولكن للاسف الناس مخدوعه فيه، وهو جازانيجا حارس فولهام، سعره 4 مليون. الموسم اللي فات بدا اساسي في الشامبيون شيب، ولكنه بعد 11 ماتش خرج فيهم باتنين كلين شيب بس، واستقبل 13 جون، قعد على الدكه لصالح رودك اللي لعب بعد كده 33 من اصل 35 ماتش فاضلين في الدوري،
ويجز نيجي لعب ماتشين بس، الاول كان قدام ديربي كاونتي مع اصابه رودك وعزله مع اشتباه فيروس كورونا، والتاني كان ماتش شيفيلد يونايتد الاخير خالص في الدوري ما لعبش معاهم خالص طوال الموسم، وبالتالي جازانيجا حارس بديل. حتى في الوديات السنه دي هو لعب ماتش واحد بس من الثلاثه واستقبل خمس تجوان قدام بنفيكا، وبالتالي مش متوقع خالص ان هو يكون اساسي.